احنا السيو اوني دون ان بي سوفران كو ميم لو سيو ما غاديش يلزمنا نديرو شي حاجه اللي غادا تبدل المصالح ديال بلادنا. السيو سي ليماناسيون دي كوميتي ناسيونال اولمبيك اللي كاين لاسوسياسيون دي كوميتي اولمبيك ناسيونال لاكنوا. حنا عندنا رساله مصيفطه لنا تقول لك صافي حنا لا هذيك الجلسه ماشي غادي تجبد لنا ودنينا ولا لا اوني كو ميم دون ان بي سوفران. عندنا اشكاليه كانت عندنا مطروحه بعد ما صادقوا وما راه صادقوا قال لك الدين ينتهيو سالتوا لنا انا سميتو داكشي الاخر وكلشي. سميت كان عندنا الاشكاليه الاجتماع الاخير. الاجتماع الاخير كان عندنا تطبيق القانون جوج الحوايج كان عندنا لارتيكل 21 ولو نومبر. صافي جبنا لو نومبر جبنا كانت 100 فردينا الكاز واستعنا الاعضاء الكوميتي اكزيكتيف واستعنا لو نومبر ديال الكوميتي اكزيكتيف. ثانيا درنا النظام ديال الانتخاب باللائحه. كان عندنا اما نختاروا اما النظام ديال الانتخاب بالفردي او باللائحه. الارتيكل 21 فيه ا اي بي لو بروجي كان فيه ا اي بي لو كوميتي لاسامبلي جينيرال تاع لو كنوم اكسترا اوردينير الى اوبتي بور لو بي كونديداتور. رؤساء الجامعات المؤمنين كلهم يترشحوا رؤساء الجامعات الرياضيه او لا رئيس الجهاز الاولمبي. ان اغلب الرؤساء ان لم اقل جميع الرؤساء متشبتين وتقال تسمى تقال انا اللي قلتها قالت متشبتين بالجنرال حسين ياسين المتشبتين به. شوف كل شيء قالوا احنا متشبتين بالبقاء ديال الجنرال حسين ياسين على رأسه لان الرئيس الحالي ديال اللجنه الاولمبيه عنده الحق يترشح. في واحد الاجتماع فاش جينا من ريو راه الجامعات كلهم حنا نديروا ليفالياسيون وكذا وراه كلشي متشبت بالجنرال كلشي متشبت بالاجتماع ما كناش الجنرال ذكري رئيس ديال اللجنه الاولمبيه رئيس الجنرال كلشي بدا تيصفق. عاوتاني هاد المره هادي فاش هذا جبدها مسكوت قالوا ودي تنذكر بواحد الاجتماع لان الاستاذ بالمناهي كان تدخل وقال بان حنا راه كلشي الحركه الرياضيه مسكوت بسبب الجنرال حسين.